وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من جنيف سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوتشيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية. مرحبا بك سعادة السفير معنا في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن أبرز ما تم التأكيد عليه خلال جلسة النقاش العام الطارئة بشأن مناقشة الارتفاع المثير للقلق في أعمال الكراهية الدينية. أهلا وسهلا الحقيقة بمركز أخبار تلفزيون البحرين، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. الحقيقة ما جرى يوم أمس واليوم التصويت على مشروع القرار المعنن بمواجهة الكراهية الدينية المتمثلة في التحريض على التمييز أو العنف، الحقيقة جاء نتيجة بعض الأفعال المشينة خاصة في بعض الدول الغربية من حرق وأعمال مستفزة في حق تدنيس القرآن الكريم للمسلمين. فتدعت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي OIC خاصة في جنيف إلى التحرك سريعا بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، وإن كان هذا المجلس منعقد حقيقة في دورته العالية الحالية إلا أنه طلب عقد جلسة استثنائية لهذا الموضوع. تحدث معظم المشاركين في هذه الجلسة الخاصة حول حرق القرآن والتصرفات الاستفزازية المعادية للإسلام في بعض الدول الغربية. وعبرت ممثلي الدول عن عدم قبولهم المطلق لهذه التصرفات المشينة وأهمية التصدي لها، كونها قال تتغذى أساسا على الكراهية وكره الآخر وإقصاء الآخر، وأيضا لا تعتبر حرية تعبير وإنما تعتبر جريمة كراهية. المتحدثون معظمهم الحقيقة أكدوا على أنه يجب إعادة تأكيد قيم التسامح والحوار والتعايش السلمي ورفض الكراهية والعنف وازدراء الآخر. لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير حرق نسخ من المصحف الشريف ولا الكتب المقدسة الأخرى، لأن هذا يعتبر في اتجاه تحريف صريح ودليل على التمييز والكراهية، تتعارض الحقيقة مع كل الجهود الدولية والمواثيق ذات الصلة. لكن هناك واضح أنه هناك نمط واضح باتجاه من بعض الدول وبعض الأفراد في التدنيس المتعمد والمتكرر. هذه لا يعد من قبيل التعبير، إنما هو اتجاه لدفع إلى الكراهية الدينية وتصاعد الظواهر المعادية للمسلمين فيما يعرف بالإسلاموفوبيا. يعني هذا الأمر مصدر حقيقة قلق للكثير من الدول وعبرت عنه بشكل صريح في جلسة. المهم هنا أنه كل اتفق على أهمية التحرك سريعا لتكوين هذه الاتجاهات المتنامية والعودة مرة ثانية للاحترام والتسامح والتبادل والتفاهم المتبادل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم ضد هذه الآفة المتفشية. نعم سعادة السفير، لو تحدثنا عن أبرز ما تم التوصل إليه خلال الجلسة أو أبرز توصيات هذه الجلسة. الحقيقة يعني كان تحرك المجموعة الإسلامية منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية كان ذكي الحقيقة، لأن كان المقصود من نتائج هذه الجلسة أو النقاش الطارئ أن تخرج بقرار ملزم لكل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، فوضع قرار. حقيقة كان هناك في تجاذبات كثيرة بين شد وجد بين مجموعة الإسلامية وأيضا بعض الدول الغربية تجاهها، لكن الحمد لله تم إقرار قرار في نهاية الجلسة في النقاش الطارئة عنوانها مواجهة الكراهية الدينية المتمثلة في التحريض على التمييز أو العداء أو العنف. الحقيقة كنا نأمل أنه يتم الوصول إلى مشروع قرار بتوافق الآراء، لكن كان هناك أيضا في اتجاهات غربية مصرة على إعطاء فرصة أكثر لمناورة أخرى لتعديل نص القرار، إلا المجموعة الإسلامية أصرت على تبرير هذا القرار في نفس الجلسة وعدم توفير الفرصة. تم إقرار مشروع القرار بتصويت 28 صوت مع و12 صوت. أهم ما يتضمن مشروع القرار الحقيقة في أمره أنه يعتبر حرق أو حرق القرآن الكريم وأيضاً الكتب المقدسة، هذه الأفعال المشينة ليس جزءاً من حرية الرأي والتعبير، إنما هي جريمة يجب أن يعاقب عليها.
كما أنه طلب أيضا من الدول الوفاء بالتزاماته تجاه التصدي للتحريض والإسلاموفوبيا، وأن هذه تعتبر ارتكاب من الأعمال العدائية. وطلب أيضا من المجتمع الدولي خاصة المفوض السامي أن يطلع بدوره في التصدي لهذه المسألة، وكذلك حاملي الإجراءات الخاصة من الولايات. إلا أن المجموعة الغربية بس للعلم أن ترى أن هناك مخالفة في هذا الموضوع، لأنها تعتبر هذا الموضوع من قبيل حرية الرأي والتعبير، وأنه أيضا لا يتوافق مع قوانينها. نعم، من جنيف سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوتشيري، المدير العام لشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.